الحمد لله كنشكر الزملاء ديالي على القتالين ديالهم وسط الملعب. يعني باش تجيب نقطه من هاد التيران هاد الصعب كنشكر جميع اللاعبين ولا ستاف تكنيك ستاف ميديكال اللي صراحه بقينا واحد 10 ايام هنا في الجزائر اللي كانوا عندنا جوج مقابلات حاسمين. الحمد لله جبنا نتائج ايجابيه اللي غتخلينا مازال غاديين في لاكورس تشامبيونز ليغ مزيان وفي كوب دارام مزيان. هو شعور ديال اي واحد انه كيتفرج في الزملاء ديالو تيبغيهم يقدموا مرضو الطيب. الحمد لله داكشي اللي كنا كنتمناه راه حققوا لنا الدراري الحمد لله نقطه احسن من لا شيء. شكرا بزاف ان شاء الله اسبوع مقبل ان شاء الله نبدا التدريب رفقه المجموعه ان شاء الله. يعني ندخل مع المجموعه بشكل رسمي ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الماجي.